نظرية الثراء العلمية بتقول إن هناك في كل علم أو في كل ثقافة أو في كل فن هناك ما يسمى بالنموذج الإرشادي. كلمة نموذج إرشادي بيسموه باللغة الإنجليزية بارادايم. نموذج إرشادي المعنى إيه؟ ما هو النموذج الإرشادي؟ هي مجموعة التقاليد والأسس التي يقوم عليها علم ما. طيب النموذج ده ساعات بيحصل له حاجة غريبة جدا. إن أنا بحل به المشكلة كل ما تقابلني مشكلة أحلها على هذا الأسلوب. وأنا بحل قابلني 50 مشكلة. أحل 47 ويعصلك معاه 3. ما هو أيوه مش هيحل كل المشاكل. وبعدين يجي كمان 50 مشكلة أحل منهم 47 ويتبقى 3. معايا؟ يفضل اللي يتبقى ده يزيد فينا في مشاكل ما بتتحلش. تفضل تزيد لغاية تبقى ضخمة جدا. لغاية ما يبقى الطريقة اللي أنا بشتغل بيها بتحل أقل ما بتسيب. يعني تقدر تحل 10 وما تحلش 50. هنا بنسمي هذا النموذج الإرشادي بيفقد صلاحيته. لأن أصبح غالبية المشاكل لا يستطيع حلها. جالنا نموذج تاني. قوي وحي وعايش مع مدنية، مع عربية ومع طيارة، ومع شوارع مرصوفة، ومع مباني مش عارف متعددة الأدوار، جميلة، نظيفة، صحية، مش كده ولا لا؟ أيوه، أنا متربي في قرية وعندي بيت طين. جميل، مش عارف حرارة ورطوبة والكلام ده، بس مش نظيف. خدوا بالكم، البيت اللي معمول بالمسدح أنظف منه. أي نعم التاني فيه مميزات، بس مميزاته أقل. وذلك ناس يقول لك حافظ كما هو ما ينفعش. يقول لك القرية المصرية بقت ما عادش زي زمان، القرية المصرية انهارت، لكن لازم تنهار، لأنها لم تتطور. كلنا اتكلمنا في الحداثة وما بعد الحداثة، أعتقد إن سمعت كلامنا كتير. إيه هي الحداثة؟ أقول لك إحنا في العصر الحديث، إيه هو العصر الحديث؟ هو إيه؟ كل الناس بتكتب فيه وما حدش يقول لنا هو إيه. وكل الناس بتكلمنا عن مشاكله وعن ازماته وعن افاقه واللي جاي وما حدش قال هو مين، عايز اشوفه قبله. مين الحديث ده؟ العصر الحديث؟ مين الحداثه دي؟ هي ايه؟ هي حاجه بسيطه جدا. الانسان زمان قبل العصر الحديث زي ما بنقول، يعني هنقول من 300 سنه مثلا فاتوا، كان عايش في عالم. العالم له أساسيات أو ركائز أو له أشياء بيعيش من خلالها. واحد المقدسات اللي هو الدين أو العقيدة، كل واحد بطريقة. إنما فكرة المقدسات معايا، فيه المتدينين بدين، فيه المتدينين بتوحيد، مش عارف الإلهيين، فيه الدينيين، أيا كان، المهم المقدسات. أن هناك شيء مقدس لانه اعلى ومتفسيقي ولا نعرفه واحنا ضعفاء امامه. ماشي؟ ادي واحد. اثنين الاخر. الانسان الثاني، ما انا انسان عايش مع انسان. اللي هو الانسان، اذا المقدسات والانسان، والانسان يكون مجتمع. المقدسات تكون اديان وعقائد. ثلاثه الطبيعه. وجبنا الشارع بعد ما كان تراب اللي ربنا خلقه قمنا رصفنه بالاسفل. ماشي؟ الطبيعة معلش شيلناها. عملنا وصلات السيس أو نستنى المطر ونجيبهم الدبدب من البتاع، عملنا شركة ودخلنا مواسير مشيت وتيجي تفتح الحنفية. ما تلاقيش مية، تعمل إيه لو ما تلاقيش مية الوقت إيه؟ مش كده؟ ولا بتصلي وصلات السيس خالص. ما بتصليش وصلات السيس. بتقول الحقيناها شركة. لأن أنت عارف إن المية اللي جايبها الشركة. خد بالكم دي مهمة أوي. كان زمان مفيش ميه، اقول يا رب اقعد اصلي. دلوقتي مفيش ميه، الو يا شركه الميه فين الميه؟ الانسان صنع لنفسه عالم غير ربنا كان صنعه له. يعني كان عايش في الطبيعه، هو ومقدساته عايش في الطبيعه. بيدوس على الارض وبيشرب من البير او من النهر، مش كده؟ وبياكل من الشجره اللي قاعده قدامه معايا، ويزرع وعايش ويرعى وكلام ده. كل الكلام ده سابه وقام جاي عامل حته كبيره زي مدينه زي القاهره ولا مش عارف مدينه ايه، وعمل ارصفه وعمل بيوت وعمل وعمل وعمل، وقام عامل لنفسه محيط كله مصنوع. كل اللي احنا عايشين فيه ده مصنوع. هل يا ترى اللي عايش في
مدينة زي القاهرة أو مدينة زي نيويورك مثلا أو طوكيو مثلا اللي عايشة كلها تحس الحياة ميكانيكية، هيعمل فن زي جدي اللي كان عايش في قرية في المنصورة لم يرى أتوبيس في حياته؟ تقول له الساعة كام؟ تقول له هقابلك إمتى؟ أقول لك البحر. أو هنشوف الموضوع في الأيام، تقول لك بعد الظهر بشوية. دي الساعة عنده. دي الساعة. يقول لك الفجر، بعد الفجر. يقول لك الفجر، ثاني صلاة، الظهر، قبل الظهر، بعد الظهر، العصر، بعد العصر، صفار شمس، المغرب، العشاء. بس. هي دي الساعات. أنا أبويا كان كده وجدي كان كده. دي الساعة عنده. إنما أنت النهاردة بتتعامل مع عالم فيه الفيمتوثانية. خدوا بالكم الفيمتوثانية دي خرافة. مش عارف واحد على مليون على مليار من الثانية، يعني جنون. لا حتى خيالك لا يستطيع وصولها. مش بنتعامل بالساعة ولا بالدقيقة ولا حتى بالثانية. يعني احنا مثلا الفن المصري. ايه الأشياء اللي في الفن المصري متكررة عبر التاريخ؟ إن الفنان المصري لم يتنازل عن هذا. في كل الحضارات بلاد الطور النور، احنا بلاد النور. ابدا يبقى ساخر، هنلاقي في الفرعون الفن يبقى ساخر، ان الفن يكون جاد، ان يكون مبهج للعين. ماشي؟ انما ابدا عمره ما كان فيه هذه النزعات التطرفية على الإطلاق. الدنيا بتتغير. الفن كان زمان في مصر جماعي. يعني ما تشوف الفرعون والإسلام والقبط وكل ده تلاقي مسحة واحدة. لأن كان الفنان بيعمل كجزء من مجموعة. إحنا النهاردة في عصر فردية. النهاردة عصر فردي وإعلاء شأن الفرد وإعلاء الذات الخاصة بالإنسان. ده النزعة عامة في العالم. وتعلمناها من بره وجات لنا مع ان احنا اصحابها من ابن رشد و الاخرين، احنا اللي عملنا النظريه بتاعتها، انما ماشي راحت اوروبا وكبرت وجت، مش عيب ناخدها. وعبر عن ذات الفرديه جدا وعن مشاكل الخاصه جدا. موافق موافق، ولكن هي الفكره كلها. بس ساعات الناس يقولها كلمه ما هيش مفهومه، يقول لك ان تكون صادق. طب تكون صادق ازاي؟ هي دي القضيه، انك تلتزم باللي تعرفه، انك من غير افتعال تعمل شغل. ما تفتعلش، اشتغل. حاجة من أوروبا تفيدك هاتها، حاجة من إفريقيا تفيدك خدها، حاجة من تراثك تفيدك خده. افتح نفسك على العالم كله، بس بشرط إن تكون بتحسها فعلا، إنها تكون أصلا تشغلك بجد. زيهم ما عادش ينفع، انتهينا. زي الفرعنة ما عادش ينفع، ونجيب ونلزق ونحط ونرزع ونقول باسم التراث، كل ده تخريف، لا يمكن. طب امال اخد ايه؟ اخد الاساسيات اللي احنا قلنا عليها. وانا اصيغها انا زي ما انا عايز انا بعصر ده. واضف لها من اي حته. وبس. وهيطلع صح. هو ده.